أهلا بكم. ما زال ملف الميليشيات وفرق الموت الطائفية الخاصة يمثل الهاجس الرئيس في العراق منذ نحو 20 عاما، إذ باتت هذه الميليشيات وفرق الموت والمدججة بالأسلحة الثقيلة تمثل كيانات مسلحة موازية للدولة العراقية وفاعلا بارزا في الساحة السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، ولها القدرة الفائقة على إخضاعها أي الدولة العراقية في كل مستوياتها. وعلى الرغم من التحذيرات والدعوات المستمرة لإنهاء وجود هذه الميليشيات وسلاحها المنفلت، إلا أن القوى الطائفية في العملية السياسية أقدمت على خطوة حامية ومعززة لهذه الميليشيات عبر شرعنة وجودها وعملها من خلال سن قانون خاص بها في البرلمان وتشكيل هيئة خاصة بها، هي هيئة ميليشيا الحشد الشعبي بصفتها إحدى التشكيلات العسكرية، فباتت تحتمي خلف هذا العنوان بوصفه مؤسسة رسمية لا يمكن الاقتراب منها، وهي المتهمة أي هذه الميليشيات بارتكاب مختلف الانتهاكات والجرائم غير الإنسانية من الاغتيالات والتغييب القسري والتهجير للسكان المدنيين وغيرها. ولم يعد عمل هذه الميليشيات محصورا في السياق العسكري والأمني فقط، بل أضحت هي الحاكم الفعلي في العراق، توجه الدولة العراقية حيث أجندتها الطائفية سواء داخل العراق أو في خارجه، فضلا عن إمبراطوريات فساد مالي تديرها في العراق. تحول العراق بعد العام 2003 إلى دولة ميليشيات محضة، ومخاطر هذا النمط من الحكم القائم في العراق كيانا وهوية وطنية ومجتمعا هو الذي سنبحثه، هذا الخطر على العراق سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية: هل تحولت الميليشيات الطائفية إلى حالة طاغية على الدولة العراقية بعد العام 2003 وتفتعل الصراعات الدائمة لاستمرار أو مواصلة الهيمنة على مؤسسات الدولة؟ وهل فعلا أن أطلال الدولة العراقية تهاوت بالكامل ليلة نشوب المعارك في المنطقة الخضراء في بغداد بين ميليشيات العملية السياسية؟ وهل بات العراق الآن دولة ميليشيات صرفة فاقدة لأي من ملامح ومظاهر الدولة التقليدية؟ ولماذا لم يغتنم الكاظمي وحكومته فرصة المواجهات المسلحة بين الميليشيات في الخضراء، في المنطقة الخضراء، للجم دور الميليشيات واستعادة ما يسمى بهيبة الدولة؟ ضيف الطاولة رافع الفلاحي فارس الخطاب. حينما تدمر المؤسسة العسكرية لبلد ما يصبح بيئة خصبة لنشوء الميليشيات وترعرعها في ظل حالة الفوضى، ولعل أكبر نكبة عرفها العراق منذ الاحتلال الأمريكي هي تفكيك الجيش وإبداله بمؤسسة عسكرية صورية هشة تتبع لأحزاب السلطة. هذا المناخ العراقي العام سمح بصعود نفوذ الميليشيات التي نشأت تحت الرعاية الإيرانية والمباركة الأمريكية حتى أصبحت تمتلك قدرات اقتصادية ومالية وسياسية، ولديها مصانع للسلاح والصواريخ والطائرات المسيرة، وقامت بتحويل البلاد إلى ساحة خلفية للصراعات الدولية خدمة للمشروع الإيراني. وأمام هذا التغول الميليشياوي في مفاصل الدولة، أصبح أي خلاف واقتتال بين الميليشيات يسبب هزة لكل مؤسسات الدولة، وتظهر تداعيات الصراع على النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقضائية. وكالة رويترز تعلق على واقع دولة الميليشيات بالقول إن الحكومة في بغداد لا يمكنها فرض سيطرتها على الميليشيات المتناحرة، لأن المؤسسة العسكرية الرسمية بجيشها وشرطتها هشة ومنقسمة الولاءات بين أطراف مؤيدة للتيار الصدري وأخرى للإطار التنسيقي. كل ذلك جاء نتيجة قتل مفهوم الوطنية وانعدام السيادة الحرة والتبعية للاحتلال الخارجي الذي لا ضمان لبقاء هيمنته على العراق إلا من خلال غياب الجيش الوطني الحقيقي وتسلط الميليشيات على المراكز الحساسة في قيادة الدولة. خطورة دولة الميليشيات لا تقتصر على انعدام الأمن في البلاد وإرهاب المجتمع العراقي، وإنما تتعلق بقتل كل الحلول السياسية للخلاص من المنظومة الحاكمة، وهذا ما تدركه الأحزاب تماما، إذ أن الأجنحة العسكرية التي تمتلكها هي عصاها الغليظة بوجه الشعب وبوجه من يعارضها. وليس على مستوى العراق فقط، بل حتى أمن المنطقة بكاملها متعلق بخلاص العراق من دولة الميليشيات.
أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث عن كيفية تحول العراق بعد العام 2003 إلى دولة ميليشيات صرفة، ومخاطر هذا النمط من الحكم على العراق كيانا وهوية وطنية ومجتمعا. ضيوف الطاولة أو ضيفات الطاولة: دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، وسيكون معنا أيضا الدكتور فارس الخطاب الكاتب والباحث السياسي عبر سكايب من العاصمة البريطانية لندن. أهلا وسهلا بالضيفين الكريمين، حياكم الله. ونبدأ مع دكتور رافع. دكتور، هل فعلا أن الميليشيات في العراق بعد العام 2003 وربما حتى في السنين الأخيرة بشكل أكثر وضوحا تحولت إلى حالة طاغية على الدولة العراقية، فصبغت الدولة العراقية بصبغتها الميليشياوية، وأيضا توجه هذه الدولة أو أطلال الدولة وبقايا الدولة حيث أجندتها الطائفية داخل العراق أو خارج العراق؟ كيف حدث هذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حييك أستاذ ماجد وحدي ضيفك الكريم. الحقيقة هذا لم يكن جديدا، يعني وهذا لم يكن عشوائيا، هذا خطط له لكي يكون العراق بهذا الشكل. ونتذكر يعني لأنه أنت تطالب الصورة بشكل كامل كيف حدث هذا، ذكر عام 2003 عندما حلت الأجهزة الأمنية، حلت الوزارات، حلت مؤسسات الدولة كلها ومن ضمنها القوات المسلحة والقوات الأمنية، وتم تسويق ما يعرف بالعراق الجديد وبالجيش الجديد بالقوات الجديدة. تشكلت في هذا الشكل من الميليشيات، شكلت من قوى ميليشياوية باعتبار هذه قوى جديدة تحكم العراق، وكل ميليشيا كل حزب قدم أتباعه، قدم ميليشياته مرتزقته لكي يكونوا بديلا عن القوات الأمنية، يكونوا هم القوات الأمنية وهم القوات العسكرية. بالتالي هذا الوضع وتناسلت هذه الميليشيات وصولا إلى عام 2014. عندما في عام 2014 الحقيقة يعني إذا كنا وتحدثنا في هذا الموضوع أكثر من مرة لكن لا بأس من التذكير به دائما، من عام 2003 لحد عام 2014 كانت الفكرة أن تدمج كل الميليشيات، تأتي هذه الميليشيات وتدخل الجيش، تدمج مع الجيش وهي التي تسيطر. بعد عام 2014 بعد دخول داعش وسقوط المدن كثير من المحافظات العراقية، وبعد هذه الفتوى التي أصدرها السيستاني وتشكيل الحشد ما يسمى بالحشد، الذي جرى العكس، العملية العكسية جرى دمج الجيش بالميليشيات، لأنه الجيش في ذلك الوقت يعني أربع فرق فقط من الموصل هربت ورموا ملابسهم وتركوا أسلحتهم ودباباتهم، فكان هذا انكسار الجيش وكأنه مرتب مطلوب لكي تتغول الميليشيات بهذه الطريقة، وبالتالي التقطت بهذه الطريقة وأدخل يعني دمج ما بقي من الجيش بالميليشيات، وبالتالي صارت الميليشيات بعد تشكيل الحشد ما يسمى بالحشد الشعبي وصدور قانون خاص به هي المهيمنة. والأحداث الأخيرة التي حصلت في المنطقة الخضراء قبل أيام، هذه الصدامات تؤكد هذه الحالة، تؤكد أن هناك ليس هناك رؤية لمؤسسات أمنية، ليس هناك وجود لمؤسسات أمنية وقوى حكومية وجيش ونظام وقانون، هذا غير موجود، ولا وجود لحكومة. لذلك عندما تسمع مثلا ملخص لما جرى في اتصال الرئيس الأمريكي بايدن بمصطفى الكاظمي، يعني نكتة كبيرة الحقيقة، تضحك تبكي ماذا يقول هذا الرجل، لكن من خلالها تستطيع أن تدرك شكل العراق الذي يريدونه. عندما يقول بايدن أنه يعني نحن مع عراق مستقل قوي أمين، أنتم لم تبقوا يعني هل بالإمكان أن يتخيل أحد أنه أمريكا أرادت أن تبقي عراقا قوياً بعد 2003 مستقلاً ذو سيادة ذو استقلال ذو مؤسسات أصلية؟ هذا الحقيقة هذه هي من دمرت كل هذا. فبالتالي عوامل القوة التي كانت كامنة في المجتمع العراقي في الدولة العراقية أمريكا جاءت وقضت عليها ودمرتها. وأيضاً عندما يقول
انه الحكومه العراقيه هذه اشكرها شكر جزيل على موقفها، وكلنا نعرف، كل الشعب العراقي يعرف انه الحكومه العراقيه كانت متفرج حال المتفرجين الاخرين، والميليشيات تتقاتل فيما بينها في المنطقه الخضراء التي هي مقر للحكومه، تتقاتل الميليشيات الى ان انتهت الميليشيات وصدر قرار خاص بفك الاشتباك والحكومة لم تتدخل، كانت متفرجة. دكتور سنناقشها قضية، نعم. الحكومة وقفت على الحياد، لم تتدخل، كانت تتفرج وغير ذلك. دكتور فارس الخطاب مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا. دكتور في المرحلة السابقة كنا نسمع عن دولة عميقة، يعني يقصد بها الميليشيات وفرق الموت، ودولة ظاهرة طافية، يعني دولة تقليدية هي الحكومة ومؤسساتها الأمنية الأخرى. بعد هذه المواجهة الدموية التي جرت في بغداد في الخضراء وفي البصرة في اليوم الثاني بين ميليشيا الصدر وميليشيا الحشد، هل بقيت هذه الثنائية الآن أيضا قائمة، أم اتضح الدولة العميقة الحقيقة ولا دولة ظاهرة أو سطحية؟ الكلمة الفصل هي للدولة العميقة التي ظهرت جلية في هذه المواجهة. نعم، تحية لك أستاذ ماجد وإلى الدكتور الفاضل رافع الفلاحي. أنا الحقيقة يعني أعجب أنه ما زلنا متمسكين بمفردة الدولة العراقية في حين كل الوقائع وكل مجريات الأمور، بل كل تصريحات قادة الكتل والأحزاب في البيت الشيعي السياسي تقول أن هذه الدولة هي دولة مجرد شكلية، وأن عليها أن تراعي حقوق وواجبات اتجاه المكون الذي ربما يفترض أن يقود الدولة العراقية دائما، سواء ظهر بشخص رئيس وزراء أو بشخص قادة ميليشيات أو قادة كتل وأحزاب، وهو ما يعرفه الشارع تماما. يعني المسألة لا تحتاج إلى محللين سياسيين ليقولوا أن العراق بلا دولة، بل حتى الكاظمي قال عن التجربة الأخيرة في المنطقة الخضراء هناك دولة ولا دولة، وعلينا أن نحدد الآن أما أن نريد دولة أو لا دولة، لأنه الذي قام بصد ربما المتظاهرين في المنطقة الخضراء وقام بعمليات القتل بدم بارد اتجاههم هم ليسوا من القوى الأمنية، وهذا بشهادة رئاسة الوزراء العراقية وأيضا بتصريحات مباشرة من مقتدى الصدر ووزيره الأول كما يسمى، وهكذا كلهم قالوا أن مجموعة من الحشد الشعبي المتواجدة في المنطقة الخضراء هي التي قامت بهذا الأمر. لذلك القضية في موضوع اللا دولة العميقة والتي تمثل ربما الميليشيات وطبعا في واجهتها القوى السياسية الممثلة لها، هذه القوة ليست بسبب ما يتوافر لديها من أسلحة، وإن كانت على درجة كبيرة من الأهمية، لأن ما تمتلكه من أسلحة هي حقيقة يؤهلها أن تكون جيوش ربما لدول نامية تمتلك ربما بعض هذه الأسلحة أو أقل منها شأنا. لكن الأهم، الخطوة الأهم والقضية الأهم في دعم هذه القوى هي من يقف وراءهم، وأقصد هنا بوضوح إيران بكل قدراتها العسكرية والسياسية واللوجستية والتعبوية والإعلامية وما سواها. لذلك العملية الحقيقة لم تكن وليدة صدفة. صحيح وضع برنامج لأحداث معينة كبرى استوجبت ولادة هذا التنظيم الهائل الذي يسمى الحشد الشعبي، ومنحت له الشرعية ومنحت له ربما صفة الـ يعني الانضمام إلى القوات المسلحة العراقية، وأنه يجب أن تكون له ميزانية ويجب أن يكون له تسليح. هذا الموضوع الحقيقة موجود في أجندة إيران منذ أن وطأت أقدام أول جندي أمريكي أو بريطاني إلى أرض البصرة. أشكرك. والجميع دكتور يؤكد. دكتور أنت اسمح لي دكتور فارس، وأعتذر على المقاطعة. فقط هاي العبارة. تفضل تفضل. الجميع يعلم أن أول جندي بريطاني وطأت أقدامه ونجست أرض البصرة الطاهرة كانت هناك
سيارات حمل نقل أشخاص جاءت بملثمين وبعصابات خضراء على رؤوسهم ودخلوا مع أسلحتهم ليقوموا باستعراض القوة في شوارع البصرة وقتلوا حتى من كان واقفا في بابه يتفرج. إذن عملية الترهيب بحق الشعب العراقي كانت مخططة من القيادة الإيرانية منذ قبل ما الغزو ونفذت بعد أن حل الغزو على العراق في أيامه السود في عام 2003. واضح دكتور رافع، يعني جاء على ذكر أن وحضرتك أنه المعركة التي جرت في الخضراء كانت بين الميليشيات الولائية، ميليشيات الحشد، وبين أنصار التيار الصدري والواقع والمراقبين والموجودين صحفيين ناشطين كل وقع. تقول أن المعركة جرت بين ميليشيا الحشد بكل فصائلها وبين التيار الصدري، لكن المجتمع الدولي يثني على الحكومة وعلى قواتها في حسم هذا الأمر، في إنهائه. ما زال يتعامل مع الدولة الظاهرية، سميتها أنت دولة شكلية لا وجود لها في العراق، ليس هناك دولة حقيقية، دولة شكلية، هيكل دولة، أطلال دولة. ما زال مصرا على أنه هناك دولة تتصدى للعابثين، للخارجين على القانون. لماذا هذا الإصرار؟ والحكومة نفسها تتحدث أنه وقفت على الحياد، ما لها علاقة. دكتور فارس سمعتني؟ نعم. الحقيقة الموضوع موضوع كبير، موضوع الدولة ولا دولة. أنا أعتقد أن تأسيس الدولة العراقية فيما بعد 2003 هو الهدف الأساسي من عنده، أنه يكون العراق بلا دولة. يعني هذا الهدف الأساسي من تأسيس الدولة العراقية ما بعد 2003 من مجلس الحكم صعودا إلى ما نحن عليه الآن. كل ما قامت به هذه الدولة هي منح تراخيص رسمية بعناوين وظيفية لأشخاص يعني من خارج دائرة العلم والمعارف والسياسة، منحتهم عناوين وظيفية من أجل أن يمارسوا عمليات السلب والنهب بشكل منظم وبشكل شرعي وبشكل يعني خالي من المتابعة والقصاص. لذلك الموضوع الحقيقة يعني دائما نقول دائما، ومنذ ربما أيام المرحوم الشيخ حارث الضاري عندما كان يعني يقود المقاومة العراقية، كيف يكون لشعب يتعرض لما يتعرض له ويقوده مجموعة من الأوباش ومجموعة من الساقطين ولا يثور ولا يخرج لي؟ يعني أنا تفاجأت الحقيقة أنه في اتصالات الرئيس الأمريكي برئيس وزراء العراق في أثناء هذه الاضطرابات وفي أثناء الصدامات، يعني هنا في المملكة المتحدة وفي ربما حتى واشنطن، الصحف قالت أن الرئيس الأمريكي حذر أنه إذا لم يتم وعد هذه القضية فإن احتمال أن تتدخل القوات العسكرية الأمريكية في حفظ الأمن في المنطقة الخضراء حفاظا على أبنائها من أبناء السفارة الأمريكية وسواها من السفارات الغربية. وفي هذا تلويح أيضا لإعادة العراق إلى البند السابع لعدم استطاعته ضبط الأمور وأيضا إدارة الملفات العراقية كحكومة. وهذا الموضوع سيقودنا في النهاية إلى أن يعرضون على الشعب بما يقبله حفظا للحد الأدنى من الحياة، من مستويات الحياة، على أن يضحوا بعودة المؤشرات إلى خط الشروع الأول، وأيضا الدخول في متاهات التدخلات العسكرية والبند السابع الذي عانوا منه كثير. أشكرك. دكتور رافع، دمج الميليشيات بالقوات الأمنية الذي طبعا الحقيقة تصاعد، والقضية تحولت من دمج القوات الأمنية بالميليشيات مع قضية دخول داعش وسيطرتها على الكثير من المحافظات، وقيل أن هذه الميليشيات الحقيقة الظرف العسكري والأمني في ذلك الوقت يحتاجها في مواجهة ما يسمى الإرهاب وإرهاب داعش وما إلى ذلك. بعد خلال 6 سنوات من قضية انتهاء داعش ويعني استعارة الكثير من المحافظات، تبين أن هذه الميليشيات الحقيقة لها خطر كبير لا يقل عن خطر التنظيمات الإرهابية على الدولة، على المجتمع، على هوية العراق الوطنية. لماذا التمسك بها على الرغم من كل هذا الخطر
الذي تشكله، والكل يتحدث عن ميليشيات وقحة خارجة على القانون وسلاح منفلت، وأن الميليشيات الآن هي الخطر الذي بعد خطر داعش. إذا كان الأمر هكذا، لماذا يتمسك بها؟ لماذا يدافع عنها؟ أستاذ ماجد، هناك نقطتين تحدث بها. النقطة الأولى حقيقة تتعلق بسؤال، هو من أسس القوى العسكرية والأمنية في العراق بعد 2003؟ أليست الولايات المتحدة الأمريكية ومعها بريطانيا ودول أوروبية وكلها أشرفت على تدريب هذه القوات واختيارها وتسليحها وتدريبها، وقالوا أنها جاهزة وتشكيل فرقها وطبيعة قتالها وشلون تقاتل وأعدادهم، وبالتالي يعني ضغط على الميزانية، الموازنة العراقية، موازنة العراقيين، فلوس العراقيين، أموال العراقيين، ضغط على هذه الخزينة اللي بيها فلوس العراقيين، أموال العراقيين، لكي تصرف على تأسيس هذه القوات الأمنية والعسكرية. وصار لدينا، هم دعوا قالوا لدينا أكثر من مليون عسكري الآن. نعم. عندما يكون لديك أكثر من مليون عسكري، ما حاجتك إلى الميليشيات، ما حاجتك إلى العصابات. أنت لديك الآن مليون عسكري، وهم مؤسسين من عصابات وميليشيات ودمجوهم مع الجيش وسووا جيش. ماشي، خلنا نتفق أنه هذا جيش وقوى أمنية ودربتها أمريكا ومعسكرات وللخارج وروح وتعال ومدربين، وصرفت مليارات الدولارات، كانت خزينة العراق ولحد الآن أكثر من ربع الموازنة، أكثر من ربع حتذهب إلى القوات العسكرية والأمنية لتدريبهم ولتسليحهم، وسلحات و يعني تركوا التسليح الشرقي وبدأوا بالتسليح غربي أمريكي وأسلحة أمريكية وهكذا، واشترينا مدافع. بغض النظر عن الفساد، قالوا أنه مليون، أكثر من مليون جندي وضابط لدينا، وإذا بهؤلاء انهاروا بساعات معينة، يعني نصف نهار كامل انهارت كل هذه الفرق. طيب أين هذه الأموال؟ على من صرفت؟ بالتالي نجي للنقطة الثانية. احنا يعني كانت لدينا ميليشيات من البداية قليلة، المفروض هذه القوى الأمنية تحتوي هذه الميليشيات وتنهيها، وقالوا انه كنا احنا في المربع الأول، هم هكذا يتحدثون، المربع الأول في فوضى أمنية وفي عصابات وفي ميليشيات غير مسيطر عليها، وقحة غير وقحة بغض النظر عنها، لكن سوينا الغاية ان نسوي جيش وقوى أمنية. انت أسست لي هذا وقلت هذا الجيش العراقي الجديد سميته والقوى الأمنية الجديدة، وإذا بهذه تنهار والقوى الميليشياوية هي الأساسية التي كانت 10-12 ميليشيا أو صارت 100 ميليشيا وأحيطت بما يسمى بالحشد الشعبي، بقانون في البرلمان، بقانون بالبرلمان بالحشد الشعبي، وصارت هي المؤسسة الأساسية. وطوال هذه الفترة أنت تشعر لكن تلمس لمس اليد أن هناك دفع وقرارات واتجاهات ووضع عام وبيئة معينة تصنع لكي تتولى هذه القوات الميليشياوية الواجهة. يعني هي طوال هذه الفترة تحكم من وراء واجهات سياسية، وخاصة بالانتخابات 2018 قالوا أنه شاركوا بالانتخابات وتعالوا بالانتخابات، وكثير من هذه الميليشيات جاءت بأفراد سياسيين أو واجهات سياسية ودخلتها بالبرلمان. دكتور اسمع لي، خليني أسألك، توضح لنا هاي البيئة، كيف تصنع بيئة لتكون هذه الميليشيات يعني واجهة فيها أو هي رأس الحربة؟ بس عن إذنك وإذن الدكتور فارس والمشاهدين، نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار. مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايل سات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي، كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، تبحث في كيفية تحول العراق إلى دولة ميليشيات صرفة ومخاطر هذا النمط من الحكم على الدولة العراقية وعلى كيانها وعلى هويتها الوطنية وعلى مجتمعها. ضيوف الضيفات طاولة دكتور رافع الفلاحي وفارس الخطاب. دكتور، استكمالا لنقطة كيف كانت تصنع بيئة لتكون أو إظهار هذه الميليشيات أنها رأس حربة أو فاعل أساس. يعني لن نذهب إلى تأسيس الميليشيات ورعاية الميليشيات من قبل أمريكا وفتح الباب أمامها والمجال أمامها من منظمة بدر، هذه ميليشيا بدر وغيرها والقتل، هذا كله نذهب. وحتى فتوى السيستاني بتشكيل هذه الميليشيات بما يسمى بالحشد تركنا من هذا، لكن سأذهب إلى آخر ما حدث، الحائري، المرجع الحائري عندما وجه هذه رسالته أو اعتذاره عن البقاء في كونه مرجعا. نعم. وهي قضية شرعية، أنا راح أطلع عن المرجعية لأني كبرت بالسن. طيب، ماذا قال؟ أيضا ذهب إلى الموضوع السياسي وتحدث بالنص عن الحشد. مقتدى الصدر لم يعلن عداءه للحشد، كان يدافع عن الحشد. نعم. وكل خطاباته تدافع عن الحشد. ما الداعي للحديث عن الحشد بهذه الطريقة في خطاب الحائري؟ قال إنه الحشد يجب أن يحترم ويجب أن يميز ويجب أن يكون في إطار خاص وغير مرتبط بأحد. لماذا؟ هذا جزء من تهيئة البيئة، لكي هم يعرفون إنه هذا الحشد هو الميليشيات، مجموعة ميليشيات، لكي تكون هذه الميليشيات هي الحاكم الفعلي للعراق، ولكي تكون الحرس الثوري العراقي يعني متأسية بالنموذج الإيراني، الحرس الثوري الإيراني، وهو ما سعت إليه إيران منذ عام 2003 لحد الآن. تريد أن تحول العراق، النظام الأمني والعسكري في العراق، بصيغة الحرس الثوري الإيراني، تابع للحرس الثوري الإيراني، وهو اسمه الحرس الثوري العراقي، حزب الله، ما أعرف كتاب حزب الله، ما أعرف منه، عصائب غيرها، كل هذه بدر وتجمعها في ما يسمى بالحرس الثوري العراقي. وهذا الحرس الثوري العراقي تأسيا بالحرس الثوري الإيراني يمسك الدولة كلها، يمسك كل يعني أعتذر مرة أخرى، يعني مو الدولة، يمسك كل ما موجود في العراق من شعب وثروات وقدرات، يمسكها ويسيرها بما يخدم أهدافه وما يخدم ما مطلوب من عنده وما يخدم الراعي الأساسي واللي هي إيران. الآن الراعي الأساسي هي إيران الحقيقة وليست أمريكا. أمريكا تستخدم العراق كورقة في قضايا دولية ومن ضمنها الملف النووي. نعم. مع إيران. نعم. لكن إيران تستخدم العراق كورقة للتمدد، للتغول في المنطقة، لإثبات نفسها قوة إقليمية لها وزنها في المنطقة والعالم، هذا جزء من عدة، ولكي تسيطر. إيران محاصرة منذ عام، على الأقل من عام 2015 أو يعني من عام مجيء ترامب. نعم. دعني أقول محاصرة وفرضت عليه حصار. هل شهدنا أنه إيران، نعم العملة الإيرانية قد انتهت، لكن إيران ظلت تقاوم. من الذي أعانى إيران؟ الاقتصاد العراقي. نعم. هو الذي أعانى إيران، حتى النفط الإيراني كان يصدر عبر الأنابيب العراقية، فهذا كل جزء من عنده. وكان من يسير هذه كل الأمور الحرس الثوري الإيراني، ويريد أن يخلق تجربته بالعراق بهذا الشكل. لذلك في كل الأزمات كان من يأتينا قاآني وقبل سليماني، هم من الحرس الثوري الإيراني. نعم. هم من يوجهون، هم من ينصحون، هم من يفرضون القرارات. نعم. هذا واقع الحال. نشكر. فبالتالي من يحكم العراق هي المؤسسة، مؤسسة الحرس الثوري الإيراني في إيران، وهي التي تريد أن تؤسس لمؤسسة داخل العراق تشبهها وتابعة لها. دكتور فارس، الأمريكيون عندما جاءوا واحتلوا العراق قالوا، يعني جاءوا في البداية لإزالة أسلحة دمار شامل، ثم صار الحديث عن ترسيخ الديمقراطية في العراق ليكون قدوة أو واحة للديمقراطية في منطقة مكتظة أو تعج بالديكتاتوريال. ويفترض أن، والآن لحد الآن أمريكا والمجتمع الدولي يتعامل مع العراق على أنه نظام ديمقراطي، كيف يكون نظام ديمقراطي في العراق وأهم وأخطر مؤسسات فيه المؤسسة العسكرية والأمنية هي عبارة عن
ميليشيات، بل انه هذه حتى الموجوده الان الشكليه من الجيش والشرطه هي اما ذيليه للميليشيات، لانه الكلمه الفصل الحقيقه القوه الصلبه في العراق هي الميليشيات، وخاصه ميليشيات الحشد وبقيه القوات اما خائفه او منزويه، وهذا ما شهدناه في المواجهات بين الصدر وبين الميليشيات. نظام ديمقراطي واهم مؤسساته ميليشيات طائفيه بولاء خارجي. نعم، ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تتبجح وتفتخر بأنها أرست قواعد النظام الديمقراطي في العراق، وأن البدايات ربما تشهد بعض التلكؤ وبعض سوء الفهم وبعض سوء الإدارة، لكنها تقول أن العراق الآن أفضل ديمقراطيا. من الناحية الديمقراطية هو الآن يتبع أسلوب الانتخابات، هنا تفشل هنا تنجح، لكنه لم يعد يستخدم غير هذا الأسلوب لاختيار حكامه. هذا ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية، وعليها أن تقوله لأنه هي من فعلت بالعراق كل هذا، وهي من أوصلت العراق إلى كل هذا، ولذلك ليس لديها إلا أن تقول ما يدعم هذا الأسلوب الذي اعتمدته منذ عام 2003 بعد احتلالها للعراق. الميليشيات الحقيقة موضوع ليس من الصعب مواجهته، لكن كما يعلم الجميع أن الجيش العراقي الذي يفترض أن يواجه أي قوة مسلحة منفلتة خارج إطار الدولة العراقية أو خارج يعني أوامر القائد العام للقوات المسلحة، هذه القوات النظامية والتي تمثل عديد من التسميات، قوات مكافحة الإرهاب، الجيش بصنوف متعددة، الشرطة الاتحادية، ناهيك عن القوى الأخرى الأمنية غير العلنية، هذه القوى كلها أسست على نظام ربما محاصصي اعتمدت فيه تكريس الطائفية وتكريس الولاء إلى المرجع أو إلى الحزب الذي رشح هذه المجموعة أو تلك. وبالتالي يخشى هنا رئيس الوزراء أو القائد العام للقوات المسلحة استخدام صلاحيات الدستورية، هذا فيما إذا رغب، والحد هذه اللحظة لم يأتي رئيس الوزراء في العراق لديه هذه القدرة وهذه الرغبة لمواجهة الاخطبوط الإيراني في العراق والمتبسل. دكتور اسمح لي على ذكر قضية رئيس الوزراء، الحقيقة هناك من المراقبين من يقول أن الكاظمي حتى لو رغب بلجم الميليشيات واستخدام صلاحياته بين قوسين الدستورية في التصدي لهذه الميليشيات، الحقيقة التجارب السابقة مع قواته وأيضا غطاء السياسي غير مشجع له على المضي بهذه الخطوة. هو اعتقل أحد القادة الميليشياويين، اقتحمت المنطقة الخضراء والحقيقة كاد أن يعتقل، فحتى لو كانت لديه الرغبة لن يستطيع أن يقدم على هذه الخطوة. نعم، هذا بالتأكيد، بل هو مرعوب من هذه الميليشيات، ليس فقط لا يستطيع أو لا يجرأ، هو مرعوب من اللحظة التي تقرر فيها هذه الميليشيات قلب الطاولة على النظام السياسي كله. هم بمقدورهم أن يقلبوا الطاولة وأن يكونوا في واجهة الحكم وواجهة النفوذ متى شاءوا حقيقة، هذه وليست ادعاء. يعني القوة التي تمتلكها قوات الحشد الشعبي زائدا بعض الميليشيات التي هي خارج الحشد أيضا، لديها القدرة هذه مجتمعة أو منفردة على أن تحتل المنطقة الخضراء ربما بسويعات، وتستطيع أن تحدد شكل وحجم النظام السياسي في العراق. لكن هذا ما لا يريده الساسة ربما، لأن حين ذاك سيعتبر تقاطعا مع النظام الديمقراطي التي تريد أمريكا أن يشاع في العراق كنموذج للشرق الأوسط. أعتقد أن المسألة تحتاج إلى يعني ربما طفرة رئيس وزراء، وليس رئيس وزراء بهذا الشكل، ربما تحتاج إلى شخص يظهر هكذا يمتلك من القوة والقدرة على أن يجمع الجيش ويجمع أبناء الشعب اللي هم أهم من الجيش على مواجهة هذه الميليشيات، حتى وأن اقتضت الضرورة المواجهات العسكرية، لأن القضية لن تحل لا بي يعني لننسى موضوع الفتاوى التي تحل هذه القوات. لماذا؟ لأن فتوى السيستاني أصلا في الأصل لم تكن دائمية، هي فتوى صدرت لمعالجة حالة مؤقتة بغض النظر عن رأينا بهذه الفتوى، لكن هي صدرت
لمعالجة قضية انتشار تنظيم داعش الإرهابي في مناطق ربما شمال بغداد صعودا إلى الموصل. هذه لم تكن دائمية وإنما ارتبطت بالحالة، ويفترض أنها تنحل بعد هذا الموضوع، لكنه أمر مبيت ومخطط له أن تبقى هذه القوات دائمية وتتكاثر وتزداد. ولاحظ أنت عندما بدأت يعني التحشدات في المنطقة الخضراء وبدأ استخدام ربما ضغوط من التيار الصدري، فالح فياض من الموصل هدد بأنه الأمور ما دامت سلمية فنحن لن نتدخل، لكن إذا تحولت إلى شكل من أشكال النزاع المسلح فنحن سنقف بشكل واضح مع ديمومة النظام والعملية السياسية. وهذا ما فعلوه، هم أطلقوا النار على المتظاهرين من أتباع التيار الصدري وسواهم من ربما بعض المستقلين الذين كانوا يتوخون خيرا بهذه التمثيليات المتكررة. نعم. أعتقد أن هذا الموضوع يحتاج إلى ظهور قوة وطنية قادرة على لم الشعب حولها والتوجه نحو ربما الصدام مع هذه القوة، وستفرز الحالة من يكون في صالح التيار الوطني أو في صالح التيار الإيراني المتشبه ببعض الأسماء الموجودة داخل تنظيمات عراقية. دكتور رافع، الكثير من المراقبين والباحثين يؤكدون، وحتى في هذه الحلقة أنت تتحدث، أن الحقيقة ليس في العراق دولة، شبح دولة، أطلال دولة، هناك في العراق دولة ميليشيات واضحة وصرفة، دولة تقليدية لا وجود لها، ليس هناك أي ملامة أو مظاهر من الدولة العراقية، والدولة العراقية، أطلال الدولة العراقية سقط السقوط الثاني في ليلة المواجهات بين التيار الصدري، سقطت عام 2003 الدولة وأطلالها سقط في المواجهات بين الصدر والميليشيات. أليست هذه مبالغة كبيرة من خصوم للنظام على الرغم من سلبياته، من أعداء، من مناوئين، أن العراق الآن دولة ميليشيات محضة؟ في الدولة العراقية لا زالت هناك حكومة، هناك رئاسة وزراء، هناك جيش، شرطة، قوات أمنية، ليست دولة ميليشيات. قد تكون الميليشيات الكلمة الفصل. أستاذ ماجد، عندما تنظر إلى الإطار الحاكم للعراق الآن اللي هو العملية السياسية، نعم، ما الذي تحويه؟ يعني ما هي شكل القوى التي تحكم أو التي في هذا الإطار وهي الحاكمة؟ كلها قوى يسمونها أحزاب جزافا، هي ليست أحزاب، سميها ما شئت، تجمعات، ما أعرف شنو. فبالتالي هي هذه التجمعات أو المجاميع هذه كلها لديها ميليشيات. دعك من السنة، يعني السنة هؤلاء مكمل للديكور، لا يمكن الحديث عنهم، يعني تكمل للديكور، وهم يتعاملون معهم على هذا الأساس. إن حضر لا يعد وإن غاب لا يفتقد. نعم. هذه حقيقة. لكن هذه القوى، الأكراد لديهم البيشمركة، نعم، والأحزاب الشيعية نتحدث هكذا بين يعني هلالين، كلها لديها ميليشيات. جيب لي واحد من كل هذه القوى الحاكمة، يأتي لي بأي حزب يسمي نفسه حزب أو قوى ما عنده ميليشيات. إذا ما عنده ميليشيات تصير حالة حال القوى السنية. بالتالي من يحكم يحكم بقوة الميليشيات. نعم. والميليشيات هي من تجلس على الكرسي. نعم. وما حدث قبل أيام هذا والآن يحدث في البصرة وفي المنطقة الخضراء، هذا الصراع صراع واضح ميليشياوي، يعني ميليشيات تتقاتل والقوى الأمنية يعني تصدر بيانات، قيادة أمن بغداد ما أعرف منه، هي ليس لديها وظيفة بداخل المنطقة الخضراء، لا يسمح لها بدخول المنطقة الخضراء أساساً، وحتى وزارة الدفاع لا يسمح لها بدخول المنطقة الخضراء. دكتور شكرك، ما دام أنت وصلتنا لهذه النقطة وإحنا نقطة أجلناها، لماذا الكاظمي لم يتحدث مع داعميه الإقليميين يعني غير إيران والأمريكان لالتقاط أو اغتنام هذه الفرصة للجم هذه الميليشيات وإخراجها من مفاصل الدولة العراقية، من وحتى الصدر معه طالب بإخراجه من المنطقة الخضراء، لماذا لم يغتنم هذه الفرصة؟ طيب، لضرب الميليشيات. طيب، هذا يرجعنا إلى السؤال الأساسي. نعم، هو لماذا حصل الاحتلال أساسا؟ يعني لماذا جاءت أمريكا وعبرت الأطلسي وجابت كل جنودها، آلاف مئات الآلاف من الجنود والطائرات كل هذا لماذا حصل؟ يعني لكي تبني دولة جديدة، عراق مستقل وقوي وقادر أن يعني يحمي نفسه واستقلاله وسيادته ومناره للمنطقة؟
هذه قضية الديمقراطية أولاً. دعني أقول لك الديمقراطية هذه هم يختصرون الديمقراطية بالانتخابات، وهذه الانتخابات كثير من الأنظمة الاستبدادية الدكتاتورية تعمل انتخابات، هذه كذبة. إيران بها انتخابات، إيران بها انتخابات، نعم. وكثير من الدول الاستبدادية الدكتاتورية سووا انتخابات، هذه الانتخابات لا تعني الديمقراطية، هذه فقرة يعني فقرة صغيرة من منهج كامل اسمه ديمقراطي. وهل في أمريكا ديمقراطية؟ هذه تدعي جابتنا الديمقراطية، هي في أمريكا اكو ديمقراطية؟ ما هو اللي حصل مع ترامب والرئيس الأمريكي الحالي بايدن هو يشكل شيء من الديمقراطية؟ وما حدث واتهاماتهم وما زالت قائمة، دعنا من هذا الموضوع. لكن الأساس في هذا يعود إلى السؤال، هي جاءت أمريكا لبناء عراق جديد أم جاءت لتدمير العراق؟ ومن يدمر العراق؟ أمريكا لا يمكن أن تبقى بجنودها على الأرض ويتعرضون للقتل ومقاومة ويقتلون من عندهم آلاف من الجنود ويعانون من عندها وخسائر كبيرة تريليونات، هذه لا تريدها. إذن من يخرب العراق ويدمر العراق ويجعله ضعيفا هو وجود هذه الميليشيات وهذا الخراب وهذا الدمار وهذا الفساد. من يرعى الفساد؟ من يرعى القتل؟ من يرعى التمزيق؟ من يرعى تمزيق المجتمع وتمزيق العراق ويجعل العراق بلا صناعة ولا زراعة ولا تقدم ولا تعليم جيد ولا صناعة؟ هذه الميليشيات، هذه العصابات. إذن وجودها ضروري لهذا المشروع، لكي يبقى هذا المشروع القائم في العراق الذي جاءت من أجله أمريكا عبر الأطلس وجاءت لي، هو هذا الأساس في هذا الموضوع. إذن الكاظمي اللي هو جزء من كل هذه اللعبة، جزء من هذا الإطار، لا يمكن أن يطالب ولا يمكن للمجتمع الإقليمي ولا الدولي أن يوافق على مطالبته بهذا الشيء. هو غير مكلف أن يطالب بهذه القضية، هو جزء من هذه، هو جزء من لعبة لإضعاف العراق، لبقاء العراق ضعيفا تتغول به إيران وتتغول به أمريكا وساحل الصراعات. هذا هو المطلوب من العراق. ولا العراق لماذا يعني بعد 20 سنة لا يصنع أبسط الأشياء، لا يزرع كل شيء، نعم. تحول إلى 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 صحراء بلا زراعة بلا صناعة بلا تجارة، النفط يباع وتأتي الأموال وتذهب إلى الفساد، والشعب يزداد فقرا، وأعداد يعني خارطة الفقر تتوسع، وخارطة البطالة تتوسع، وخارطة الأمية تتوسع، وخارطة المرض تتوسع. لماذا؟ هذا كل نقاط لضعف العراق، ومن المسؤول عن هذا؟ ما هي الميليشيات وهذه الأحزاب التي في هذا الإطار؟ نتحدث عن مخاطر استمرار هذا النمط من الحكم. نعم. دكتور فارس، يعني ما المخاطر المترتبة على العراق كدولة كيان سياسي وقانوني، على المجتمع، على الهوية الوطنية وتفاصيل أخرى، اقتصاد وغير الاقتصاد، إذا ما بقيت الميليشيات هي الحاكم الفعلي للدولة العراقية، تخطف الدولة العراقية بالكامل كالثور الهائج الذي لا يقوى أحد في الداخل على الوقوف بوجهه أو كبح حركته؟ مخاطر مستقبلية على الدولة ما هي؟ يعني اليوم إحدى هذه المخاطر أشار لها ربما في كلمة له الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما قال أن العراق يواجه خطر التقسيم من جديد، لأن هناك الآن الحقيقة بون واسع بين المناطق المختلفة في العراق، بين كردستان، بين ربما الموصل والأنبار، بين الجنوب والفرات الأوسط، بغداد. من المخاطر الأخرى أن العراق مرشح لحدوث حرب أهلية في أي لحظة تريدها القوى المتصارعة والقوى المسلحة في العراق، سواء كانت جماعة الحشد أو الجماعات الأخرى المنفلتة تماما من أي تنظيم يرتبط بالقيادة العامة للقوات المسلحة. وأنا أعتقد أن العراق سيتحول إلى بلد أكثر من بلد مهمش وأكثر من بلد الحقيقة فاشل من خلال تحول منتجاته ووارداته كلها من خارج اليد العراقية، ويتحول الشخص العراقي إلى شخص مستهلك فقط، يرضى بما يعطى له ويستمتع بحياته بقدر ضئيل جدا من خلال ما تقدمه هذه الميليشيات وهذه الأحزاب من خدمات هو يدفع ثمنها، سواء من خلال ما يسرق من أموال الميزانية العامة أو من خلال الجباية التي ربما تدفع بها القوى المتعددة لحصاد الأموال من جيوب العراقيين.
هناك الحقيقة خطر على الأجيال المقبلة. أنا أقول أننا الآن نشهد ولادة أجيال جديدة ترى ممارسات لم نرها نحن، ولذلك هي ستعتبرها بديهية في المستقبل فيما نراها نحن مستهجنة. والشعائر الدينية التي الآن تقام في الأشهر الحرام أو المحرم، المحرم الحرام، الآن لم ينزل يعني لم تراعى فيها أي نسبة من المعقولية حتى وإن كانت على مستوى المبالغة. هذا بالنسبة لنا شيء خارج عن المنطق، أما بالنسبة للأجيال التي تعيشها ستعتبرها قاعدة لممارسات المستقبل، لن تستنكرها ولن تراها هجينة، وهذا سيؤثر على اجتماعيات الشعب العراقي على مستوى تعليمه، على مستوى إدراكه، على دوره كهوية وطنية وكمنتج وطني، سواء منتج ثقافي أو منتج صناعي أو زراعي. نحن نمضي بشكل رهيب وسريع نحو هاوية سحيقة، حتى وإن تغير نظام الحكم بعد 20 سنة أو 30 سنة، القادم لن يستطيع معالجة الموقف ومعالجة المخلفات، ويحتاج ربما إلى عقود من الزمن إذا توافرت له شروط العمل بشكل يعني منفصل عن تأثيرات إقليمية ودولية. الموضوع الآن بات في طي الحقيقة العودة أو اللا عودة إلى آمال تحسن الأوضاع في العراق. أنا شخصيا لست متفائلا في موضوع العراق في ظل ما أراه من تراجعات كبيرة في مستوى الوعي الوطني وفي مستوى إدراك الخطر الحقيقي الذي يعانيه العراق والعراق. شكرا دكتور. دكتور رافع، في ضوء المؤشرات التي تقول أن هذا الصراع بين القوى الميليشياوية في العملية السياسية الحقيقة هو قد أجل انفجاره لفترة وسينفجر وبوتيرة أقوى، هذه التداعيات لهذا الصراع إذا ما انفجر بوتيرة أقوى، انفلتت الأمور، انزلقت الأمور إلى نقاط يعني خطيرة جدا، سلبية أم إيجابية؟ يعني فيها بداية انفراجة أم ربما ستزيد الوضع قتامة ويعني سوداوية؟ لا أستاذ ماجد، في كل الأزمات، في كل الكوارث التي تحصل في كل بلدان الدنيا، من يتأثر بها هي الشعوب، من يدفع الثمن هي الشعوب، ونحن تجربتنا في العراق على الأقل من عام 2003 لحد الآن من دفع الثمن الأكبر، من دفع الثمن الحقيقي هو الشعب العراقي في الاحتلال أو في صراع الميليشيات وحكمها وفي تغول الفساد والخراب، من دفع هذا الثمن هو الشعب العراقي الحقيقة. صراع هؤلاء سيدفع الشعب العراقي الثمن، لكن أين سيؤدي؟ بالنتيجة ما الذي سيؤدي؟ هؤلاء يعني هذه الميليشيات تريد أن تسيطر، تريد أن تفرض إرادتها، لأنه الراعي الأساسي إيران وحتى أمريكا يريدون شيء معين، ويعتقدون أنه تبقى سيطرتهم كاملة ومحكمة على المنطقة كلها بالسيطرة على هذه الميليشيات. هذه الميليشيات والمنطقة حتى الإقليم هذا الذي يقبل بهذا الوضع والآن يعني يبارك الكاظم انتهاء هذه الأزمة، والأزمة وهي لن تنتهي، يعني توقف هذا القتال ويشيد بحكمته، نعم، وحصافته وضبط نفسه، هذا كله كذب وضحك على الذقون الحقيقة، لأنه بالنتيجة الصراعات ستكبر سواء الآن أو بعدها. الصراعات هي أساسا على المكاسب والكراسي، وهذه المكاسب الصراعات عليها مستمرة، والعملية السياسية مبنية على هذا الصراع، والمتصارعون يمتلكون مختلف الموارد والأسلحة، نعم، وبالتالي وكلما قلت الموارد كلما زاد الصراع حدة. وهذه الموارد الآن لدينا في العراق، هو هذا بالتفكير المنطقي، العراق لديه النفط الآن، ليس لديه شيء، انتهت الصناعة وانتهت الزراعة، الآن لديه فقط النفط. النفط مرشح، كل الدراسات النفطية تقول منا إلى 10 سنوات 15 سنة سينتهي تأثير النفط وستنتهي أسعاره، فبالتالي الصراع
سيبدأ يتمدد إلى الإقليم وإلى المنطقة. من يرعون الميليشيات ومن يعتقدون أن العراق آمن بوجود الميليشيات عليهم أن يفكروا بهذا الموضوع. شكرا. وهذا لن ينتهي، ومن سيدفع الثمن الشعب العراقي. شكرا لدكتور رافع الكاتب والباحث السياسي، كان هنا في الاستوديو. وشكرا لدكتور فارس الخطاب الكاتب والباحث السياسي، كان معنا عبر سكايب من العاصمة البريطانية لندن. كان ضيفة حلقة الليلة من طاولة حوار، والتي ختمت. وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.